السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. معكم أم أمين للإبداع في يوم جديد وفيديو جديد. اليوم غنقدم لكم بطبط صغير معمر. إليكم المقادير بإذن الله. حاجة نبداو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا كنحتاجو جوج زليف عامرين دقيق فورس، زلافة قمح فينو، والماء دافئ من طبيعة الحال باش غادي نخلطو العجين. ودرت هنايا باش كنقتصدو الوقت كندير تقريبا كاس ما عامرش ديال الدقيق الفورس، ندير معاه ملعقة سنيدة ملعقة خميرة وكنخلطهم بالماء دافئ باش كيتفاعلو، ودغيا البطبط ديالنا كينجح معانا. كنوجدوه في ظرف وجيز بإذن الله. والحشوة إن شاء الله كنحتاجو البصل مفروم وشرائح الدجاج وزيت الزيتون والتوابل، الثوم، غبرة، طحون وتوابل الدجاج، عندنا الملح، عندنا الزنجبيل، عندنا الإبزار، وعندنا دانون مسوس باش كيعطينا ديك الطراوة للدجاج وكيجيفتي وكيعطيه ضيف يعطيه واحد اللذة. نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي ناخذ هاد الدانون ونفرغوا على هاد الدجاج اللي عندي وكنخليه كيترقد فيه واحد المده. تقريبا ساعه او نتلاقاو من بعد ساعه ان شاء الله. من بعد ما ترقد الدجاج غادي نضيفوا لهاد البصل المفروم اللي كتشوفوا معايا، ها هو نضيف ليه التوابل كتذكير. عندنا الملح، عندنا الزنجبيل، اللي بغى يضيف الكركم او خرق معرق يضيفوا، حتى هو راه مفيد للصحه وكينقي الكبد ومفيد حتى للروماتيزم. عندنا الابزار، عندنا الثوم غبره، عندنا توابل الدجاج. غادي نخلط الكل. التتبيله راه كتعطي هي ولا دانون السوس كتعطي واحد طراوة لهاد الدجاج، ومن ضفنا التوابل راه غتعطي واحد النسمة هائلة بإذن الله. نضيف عليه زيت الزيتون ونخليه يترقد على ما وجدنا إن شاء الله البطبوط. نضيف زيت الزيتون، قولوا جوج معالق كبار أو ثلاثة، ما كتخافوش من زيت الزيتون راه مفيد للصحة. صافي نخليه على جنب ترقد واحد نص ساعه تقريبا. صافي غنطيبو في المقلات ان شاء الله معاكم. غنشد الفورص اللي كاين عندي، طبيعه الحال راه ضفت الملح، غنضيف دقيق فينو، نضيف واحد ملعقه كبيره او ملعقتين باش كيعطيونا غير هذيك اللذه ديال زيت الزيتون. وغادي نضيف هذاك الفورص اللي مع ضفنا ليه الخميره وسنيده والمدافئ. شوفوا كيفاش كيتفاعل كيفاش كيصبح. قرب لكم الكاميرا، كيساعدنا ان العجين ديالنا تكون مرخوفه وغتخمر بسرعه ونحضروها بسرعه ان شاء الله. ونضيفوا حتى جوج ملاعق ديال دانون مسوس كتذكير الحشوه، كيعطي العجين واحد اللذة واحد الطراوة حتى هي. دابا غنجمعوا العجين بإذن الله.
كتحتاج لا لدلك لا والو، غير كتجمعوها وصافي، وتكون العجين مرخوفة بإذن الله. نكبوا الماء غير في يدينا باش نتحكموا في كميه الماء باش ما يغلبناش ويجي تجي العجين جاريه، خاصها تكون غير مرخوفه صافي. هي تجمعات غتشوفوا معايا، غنضيف شويه زيت الزيتون سطح العمل، غادي نوضع العجين ديالي. قلت لكم ما يحتاج لا درك لا والو، انما كندمجوا فيه هاد زيت الزيتون. غادي نوضع العجين نفتح غير 10 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله. في هاد الاثناء العجينه ديالنا كتختمر غير مده 10 دقائق ان شاء الله. غادي نوضع الدجاج كيطيب في هاد المقلات، ما نضيفش ليها الزيت لان ضفتو للدجاج، ونخليه يطيب. العجين بعد ما ارتاح كيكون على هاد الشكل. غادي ندردر شويه الفينو على سطح العمل، نحط العجين، غادي نقطعو. الكويرات وغادي نصبح بالمدلك ان شاء الله. هاي دابا راه مختامرين، غيكملوا وبداو في الطهي. كاين جوج احجام، بغيتو ديرو هاد الحجم الاكبر، بغيتو ديرو هاد الاصغر. بغيتو تربحو الوقت بالنسبه لرمضان كيكون يعني الاشغال كثيره في المطبخ، غادي ديرو مقلتين يعني زوج باش كتكملو بسرعه. غنبقى مستمره حتى نكمل. غادي نشدو العجين كما قلت لكم، وغادي نبسطوه على شكل طولي، وغادي نقطعوه من الوسط. ياخذ لينا هذا الشكل ديال نصف دائره.
بغيتو ديرو شكل مربعات غير كتبسطوا العجين كتاخذوا على هذا الشكل وكتقطعوا بالقطاع وكتقطعوا كتبقى الاشكال على حسب نتوما الرغبه ديالك. ويلا بغيتو ديرو تاني شكل اخر تقطعوا على اربعه نخرج لكم في هذا الشكل. وضعنا الطيبيطات سر انتفاخ ديالهم هو انكم كديروا النار ماشي نار مهينه نار متوسطه او عاليه ملي كيبداو ينتفخوا ما كنهداوش من التقليد. كما شفتوا معايا هي بدات كتنتفخ هما كما شفتوا الطيبيطات هما كتنفخوا كديروا نار ماشي مهيله وانما كتجهدوا شويه النار كينتفخوا وما كتهداوش من التحريك باش كينتفخوا ليكم. ها الاخرى حتى هي انتفخت كتهداوش من التحريك بطريقه كنحيدوها كنكون كنخدموا بسرعه. صافي هي طابت غنحيدوها اللي طابت كنحيدوها على هذا الشكل. ها هي حتى هي انتفخات كيف شفتوا معايا غنستمر حتى نكمل. وحتى هاد الشكل اللي انصف دوائر غير كتبان لينا الفقاعه كنبداو نقلبو ما كنهداوش من التقليد باش كتنتفخ لينا الطبيط. معكم من بعد ما وجدت الطبيطات ديالي كيجيو على هاد الشكل كاين شكل كيف ما شفتوا معايا شكل مربع وكاين شكل نصف دائره وكاين الطبيطات العاديين كيف ما شفتوا كيجيو منتفخين. دابا غناخذو مقص هما شفتو راه نجحات ليا بطبوطه جات منفوخه على هذا الشكل. غنشد غير المقص يكون نقي وغادي نقطع باش نعمرهم ان شاء الله. حتى النصف دائره حتى هي راه انتفخت حتى هي غادي نحلها بالمقص ما هي راه كتحل غير بوحدها. ودابا غادي ندوز نعمر هاد البطيبيطات. كنشد طوماط سوغيز نقسم على زوج او على اربعه على حسب نتوما. انا غنقسمها نعزز عليا لا ديكوراسيون غنقسمها على زوج على نص ونعاود ندير لها هذا الشكل. الحشوه كتبقى اختياريه وتضيفوا لها زيتون اخضر مقطع والخص هو كتقطعوه. هاد الطوماط سوغيس كتغسلوها مزيان وكتنشفوها بمنديل وتنشف ونفس الشيء بالنسبه للخص. والبطبوط باش باغي ينجح معاكم 100% راه وريتكم الطريقه خاصكم غير في التقليب يلاه كيبدا ينتفخ كتبقاو ما كتهداوش من التقليب حتى كتكملوا. هانتوما غندوزو للتعمار ديال البطبوطه. هذه نصف دائره مني بعد ما حلينا من المقص كندخلو هذا الخص على هذا الشكل كنديرو شويه من الحشوه. صدقوني راه الحشوه كتجي رائعه غتولي معتمده عندكم باذن الله. وغديروا طوماط سوغيز على شكل وريضه بغيتو تضيفوا حتى الزيتون مقطع ضيفوه كتبقى لكم الحشوه اختياريه. انا وريتكم غير الطريقه وانتم كيبقى لكم اختيار. ندوزو لهاد البطبوطه المربعه راه كنحلوها غير من جهه وحده ها هما كيشفتوا معايا ها هي مسدوده كتجي مسدوده. وهاد الشكل ديال المربع راه حصري عند ام امين. ندير لكم شكيلات يفتحوا لكم الشهيه ومن بين هاد الشكل المربع كتبقى تاني الحشوه كما قلت لكم كتملؤوا ملؤوا البطبوطه مزيان
كديروا هاد الانصاص ديال الطوماط سوغيز، بغيتو ديروا غير نص بغيتو ديروا زوج كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو ديروا حتى ثلاثة تعطيكم هاد الشكل. وغنبقى مستمره حتى نكمل باذن الله. انا رجعت معكم من جديد باش تشوفوا معايا الشكل النهائي للطيبيطات الصغار او ميني بطبوط. كيما شفتوا هذا الشكل المربع هو كيفاش كيجي. التزيين كيبقى اختياري، انا زينت بالخس كيف ما شفتوا، طوماط سوغيز، الجبن او الزيتون اخضر. بغيتوا ديروا حتى الخضر علاش لا، كورجيت، خيزو ضيفوه حتى هو علاش لا، كبد. كيبقى الحشوه كتبقى اختياريه. وشوفوا معايا هذا الشكل الثاني، والاشكال الاخرى، الشكل الدائري ونصف دائره. صدقوني كتجي الحشوه لذة لا تقاوم، غير جربوها غتصدق معكم 100%. وحتى الطريقه ديال البطبوط هاد الميني بطبوط حتى هي راه كتصدق معكم 100%، غير تبعوا الخطوات والمراحل. وباش كيصدق لكم 100% يعني كتبعوا الطريقه ديال العجين اللي عطيتكم. والسر كاين في طريقه الطهي، انه مجرد ما كتحطوه كتبداو كتقلبوا هي كتبدا تبان لكم واحد شويه فقاعه فوق البطيبيطه الصغيره، كتبداو كتقلبوا على الجهتين حتى كتنتفخ. نتمنى هاد الوصفه اللي عطيتكم اليوم تعجبكم، وتنال استحسانكم، وتبخلوش ليا بالاشتراك وتفعيل الجرس. ومره اخرى كنشكر الناس اللي مستانديني من داخل الوطن او من خارج الوطن. كنقول لكم رمضان كريم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم الصلاه على النبي.